مرحبا حبايب قلبي، رجعت لكم فيديو جديد وتغطية جديدة من منطقة سيلوم مجاورة ساتون. هاي المنطقة كلش حلوة، فجيت اليوم هنا قلت خلي اصور حبايب قلبي. ابقوا ويانا ان شاء الله تكون تغطية جميلة. تاريخ اليوم هو جمعة 15/7/2022. حياتنا اخواني، شوفكم سيلوم. طبعا هاي توافدوا لها هواية اجانب، المنطقة حلوة الصراحة. هذا علي ان اليسار مول صغير همين. هاي محطة بي تي اس سيلوم. طبعا هاي المنطقة بيها بي تي اس وبيها ام ار تي، اثنين هن يجيبنك لهنا، يعني الام ار تي المترو والبي تي اس هو القطار الكهربائي المعلق. اثنين هم يعني تقدر تجيبيهم هنا اسرع. اجيت انا بالسيارة بصراحة الزحام يعني طولت، بس اذا تجب بالقطار جاي سابقا اسهل.
مناطق جميلة هاي اخوان، تستحق الزيارة. هذا يبيعون اللوتري هاي مال الحظ. تحياتنا اخوان. طبعا هاي اجانب هنا يجون هواي، عرب قليل يجون هنا اجانب، واكو منطقة على يدنا اليسار يسكنون بها اكثر شيء باكستانيين وهنود، يعني ذي بها اوتلت. قبل فترة صورتها. هاي اخفوا التيول بيها باع اخوان، شوف هذا خلوا الكابلات دفن كهربائية، هذا الاعمار كله لانه التيول ما تشوفون هنا تيول ماكو، بدوا يشيلوها من المناطق اللي لها اولوية. هذا البنك اخوان، بنك بانكوك في شيلون. شوف سيلوم عندنا اخواني، ندخل بسوق سيلوم هذا من هنا. Thank you.
Ich habe eine Amata. Wer hat sich denn das ausgedacht, sich hier? طبعا هذا السوق كلش جميل، هم تضرر فترة الكوفيد بس رجع. صراحة حبايب قلبي هاي الأسواق، أسواق والله جميلة يا أخوان. يعني أكو شغلات أنا إيش قد صار لي عايش هنا وما واصلها، فكل شيء يعني أشوفه أصوره وأنور أصدقاء القناة تدللون علينا. ابقوا وياي جولة مستمرة. سيلوم اخوان، محطة بي تي اس سيلوم.
حياتنا اخواني. ننزل جوا نصور لكم الصفحة الثانية. حياتنا اخواني جولتنا مستمرة في سيلوم. سيلوم هذه المنطقة الجميلة اللي تكون في سنتر العاصمة بانكوك. ندخل بهذا السنتر البسيط تشوف شنو هذا. بناء جديد طبعا، انا ما جاي سابقا في ذيك. تفحص درجة الحرارة وتدخل جوا تشيك شكو ماكو عليكو. طبعا هاي الماركة راقية جدا جدا. ايكو بيع الملابس. نفسين المية. صاج. أثاث ما أثاث. شوفكم هاي من هنا. كل مال الجولف. يوغست نطلع لكم برا. هذا كافيه، هذا باب الخروج. استكشاف سيلوم.
بلاد نخوان. تحياتنا حبايب قلبي، صراحة منطقة حلوة تستحق الزيارة وتستحق واحد يجي يقضي له فترة بيها معينة. يعني مكان حلو جديد وحلو، وسابقا كان مغلق، هسه كل شيء مفتوح به. تحياتي ابو قوي. وصلنا لنهاية هذا الفلوج، ادعمونا باللايك إذا عجبتكم هاي المنطقة، والما مشترك لا ينسى يشترك ويفعل الجرس، ونشوفكم حلقات قادمة. مع السلامة، أخوكم أحمد.